هلا هلا يا بنات، اليوم اليوم السابع، كان عندكم يومين ترتاحون، كله وجع اكيد. اخواي سمعت منكم انه you guys are really sore. في بنات سووا التمارين اللي حطيتهم اللي انا كنت اتمرن، فدايما شيكوا على الفيديوهات، لان انا راح انزل فيديوهات التمارين اللي انا قاعده اتمرن، فلا تسوون هذيل التمارين، بس سووا التمارين اللي في الفيديوهات اللي انا قاعده افهمكم ستيب باي ستيب شو تسوون، لان الستيب باي ستيب لازم تعرفون شو تسوون بالضبط. فتشوفوا الفيديو، اقروا الكابشن داي 1 داي 2 داي 3 عشان تعرفون انه هذا التمارين حقكم، حق البيجنرز. اوكي يلا تعرفون كارديو اول شيء تتحركون، وبعدين وورم اب. اوكي فنسوي نفس ما الورم اب، راح نغير شويه اليوم. شفت الكومنت الحين، واحده قالت لي اعطينا انا ثاي، فبعد هذا الورم اب ننزل على الارض وبرويكم ورم اب على الارض. اوكي يلا، اول شيء حركوا ايدكم كذي، انزين all the way. شو راح نتمرن اليوم؟ ان شاء الله صرتوا تعرفون البلان. اول شهر شو؟ صدر، اليوم ظهر، ونركز هني ونركز هني. وبعدين بكرة عندنا بايسب ترايسب اكتاف وكله ورا. انزين وبعدين عندكم بريك، بس في هذا البريك لازم تسوون كارديو. عارف انه هذا الكورونا سيتويشن الحين في ناس يخافون يمشون برا، اذا عندكم دري في البيت روحوا فوق الدري، انزلوا وارجعوا، انزلوا ارجعوا، الدري وايد زين، يشغل الريل بعد وايد زين، فسووا دري اذا تقدرون. زين اوكي انزين، ناو وارم ات اب الهيبس. اوكي سووا 10 4 5 6 7 8 9 10. سوب الثاني 1 2 3 4 5 6 7. بطلو 8 ايوه and 10. اوكي الحين اباكم تسوون سكوات. اوكي بطلو، اوكي really wide touch the floor 1 2 3 4 5. حاولوا touch the floor 6. خلي صدركم فوق 7. إذا ما تقدرون وتحسون هذا التمرين وايد عليك، اقعدي على الكرسي وقومي. انزين حركوا بسرعة الحين، اليسار فوق يمين تحت، يلا دوسي على الأرض، دقي على الأرض بإيدك 1. الحين غيري 1 2 2 3 3 4 4. شوية أسرع اليوم 5. خلي القلب يدق 5 more 7 8 9 10 اوكي الحين ايبو المات. We're gonna go on the floor and so we core activation, lower back, inner thigh, and the hips. يلا let's go. Okay, أول شيء راح نشغل الظهر اللي تحت. Okay, مشموشي خلينا نتمرن. انزين انسدحي على بطنك. Okay, حطي إيدك قدامك كذي. Okay, مو بسيدة، شوي كذي على برا. Okay, الحين بترفعين ريلك، حاولي ترفعينه من هني بعد، مو بس من ورا، حاولي ترفعينه عشان كله يشتغل هني. اوكي بترفعين ريلش وبترفعين صدرك في نفس الوقت، تنزلين شوي شوي. اوكي ركزي على هاي التمرين وتنفسي. اوكي خلي راسك لتحت، لا تطلعين فوق وايد، تقدرين تطلعين شويه فوق بس مو بوايد، خلي رقبتك شوي سيده مع ظهرك. اوكي الحين بتسوين 12. اوكي يلا get in position and up, squeeze it, hold it, وقفي شوي شوي لتحت، الحين فوق 2 فوق 3
وسكويز كل هني شدي 4 5 6 7 8 9 اها keep going 10 شدي الحين بعد اثنين 1 and 2 good job okay الحين انسدح على بطنك خليني اشيل المايك اوكي يدك تحت your butt اوكي تحت ورا الحين حطي رجلك كذي اوكي وبعدين خليه يكون سيده ارجعي بس لا تنسدحين كامل ارفعي صدرك شويه عشان يشتغل هني البطن اوكي حطي كذي حاولي تخلين ريلك سيده بدون ما ظهرك يصير ارش لا تخلين في سبيس هني دائما لازقي ظهرك على الارض اوكي اذا بس قدرتي لهني مو مشكله سوي اللي تقدرين عليه راح نسوي 15 ready and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 and 5 ايوه فدايما كنت تسوون بس جلسه اكتيفيشن حق بطن الحين راح نسوي جلسه بس راح نسوي 3 تمارين حق البطن اوكي هذا اول تمرين الحين الثاني تمرين شو تسوين نزلي ريلك اوكي حطي يدك ورا دايما لازقي ظهرك على الارض اوكي الحين ايبي ريل اليسار ويد اليمين اوكي في نفس الوقت اوكي تعالي فوق حاولي تدوسين touch your toe ردي الحين غيري صوب الثاني اوكي هذا واحد يمين يسار واحد تقرار راح نسوي 10 اوكي بس دايما فكري في بطنك شدي ولزقي ظهرك اوكي يلا ready and 1 شوي شوي نزلي 1 2 3 3 4 4 أكيد تحسين فيه ها 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 and 10 خلي يحرق اوكي الحين راح نشغل كله هني اوكي شو تسوين تقدرين تحطين ريل كذي تقدرين تحطينه كذي تقدرين تحطين ريل وحده اوكي على حسب your fitness level فانت جربي وتشوفي شو اريح لك اوكي خلي your elbow البنت قالت على الكومنت شو elbow بالعربي كوع كوع ان شاء الله كوع كوع صح خلي الكوع تحت كتافك مو بهني مو بهني تحت كتافك بالضبط اوكي الحين حطي ريلس كذي اللي تقدرين اوكي يدك هني عشان يساعدك بعدين في المستقبل بتسوين كذي بتسوين اشياء ثاني بس بيجنر كذي اوكي ترفعين جسمك كامل لي ما تقدرين hold it كم من ثانية 1 2 وبعدين شوي شوي تنزلين اوكي عشان تشغلين هاي كله هني من داخل ففكري في العضلة شدي وفكري فيه اوكي يلا ready راح نسوي 10 and up hold it شوي شوي انزلي يلا 2 hold it شوي شوي انزلي 3 good 4 5
6 شدي 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 7 8 9 1 more and hold it hold it تمي هني لي ما تقدرين 5 4 3 2 and 1 ووو ايوه شطوره شطوره خليك لا توقفين ما شاء الله you're doing amazing okay خليني اطرقع ظهري oh that felt so good and then okay الحين صوب الثاني حطري لك الكوع تحت كتافك انزين عشان لما ترفعين جسمك تقدرين ترفعينه وايد اوكي ولا تنزلين كذي دائما خلي كتافك لتحت مو بكذي اوكي ready 10 and go up hold it شوي شوي انزلي 2 3 4 حسي فيه 5 اكيد تقولين احس فيه احس فيه سكتي 6 7 8 9 and hold it hold it hold it 5 4 3 2 and 1 ايوه ما شاء الله excellent okay الحين شو راح نسوي راح نشغل الانر ثاي اوكي دائما شعر في حلجي ليش كذي انا كل فيديو انزين كيف تسوينا شوفي اذا عندك هذا انكل ويتس انكل ويتس يسمونه اوكي شو هذا هذا وزن بس وزن تقدرين تحطينه على ريلك تحت وتلزقينه كذي اوكي عشان تتمرنين ريلك اوكي اذا ما عندك مو بلازم البدايه بس بيكون زين تشترينه بعدين في المستقبل وهذيل رخاص يعني تلاقينه ب50 درهم على amazon.com في 2 كيلو في 3 كيلو يعني ابتدي اول شيء ب 2 كيلو بعدين في المستقبل اذا عندهم 5 كيلو بس تقدرين تشيلين الوزن وتغيرين الوزن بيكون وايد زين اذا ما عندهم مو مشكله انا راح اطلع راح اسوي انا ankle weights myself لان ما لقيت ankle weights اللي انا احبه وايد ف I did my own design ان شاء الله في المستقبل I'll get it but now amazon.com ان شاء الله تلاقون something good that you can remove okay حطي ريلك انسدحي على اليسار okay حطي ريل اليمين قدامك كذي okay ريل اليسار يكون سيده الحين شو تسوين؟ خلي جسمك على الجنب، اوكي؟ راح ترفعين الريل الثاني كذي. اوكي؟ لما ترفعينه خليه هني فوق شوي شوي ينزلي. لما تنزلين لا ترتاحين تحت، بس اضربي الارض وعلى طول ارجعي، اوكي؟ لا ترتاحين. لان هذا مو بوايد صعب ويباله تركيز شي تسوينه شي بمب شوي، اوكي؟ راح نسوي 15 وهاي راح يركز هني، انزين؟ ريدي؟ And up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fog, 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 fog. عشان تحسين فيه. 8, 9, 10. 5 more. 1, 2, 3, 4, and 5. هذا وايد زين تسوينه. قبل التمرين تسوينه يوميا مش يوميا بس كل ما تتمرنين ريل تقدرين تسوينه هذا الوارم اب اوكي وتسوينه جلستين بعدين في المستقبل 3 جلسات بس اليوم راح نسوي جلسه الحين حطي ريلك مع بعض كذي اوكي خلي جسمك قدام كذي لا تخلينه لورا لان راح نرفع ريلنا كذي اذا ترفعينه وانت لورا راح يشغل هني ما نبى نشغل هني اوكي فحطي كذي داخل اذا تبين تقدرين تحطين ايدك اليمين وراك وتطلعين ايدك كذي عشان تعرفين انه جسمك سيده اوكي راح نسوي 15 اوكي ريدي اند اب سكويز ات حسي في هني كل هني طالعي كذي لورا تحت اند اب 2 اند اب 3 سكويز ات اتس نوت اباوت دوينج ذس
It's about تركزين على العضلة وين توقفين عشان يكون أكثر contraction. Okay. 5. Squeeze. 6. 7. 8. 9. 10. 1, 2, 3, 4, and 5. Good. الحين صوب الثاني. أول شيء راح نشغل العضلة اللي داخل هني. Okay. فانسدح على جسمك اليمين. اليسار حطي كذي. Okay. الحين ترفعين هذا الريل كذي. نسوي 15. Okay. Ready? The bone. Get set and go. 1. ارفعي لفوق, okay? 2. عشان تحسين فيه. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3, 4, and 5. Good job. Okay. الحين راح نسوي تمرين. أبى بطل هذا mobility exercise وايد زين عشان تفتحين جسمك. يكون flexible, يكون تقدرين تتحركين, تبطلين كل شيء. Okay. شوية صعب هذا, بس سوي اللي تقدرين عليه. الحين بتين كذي. اوكي. دائما لا تخلين جسمك كذي, نزليه. الحين ابيك تجيبين الريل اليسار ليه ما تقدرين. اوكي. ليه ما تقدرين تحطين ريلك عند يدك. الحين ارفعي يد اليسار طالعي فوق. بتحسين كله هني ستريتش بعد. اوكي. الحين ردي. نزلي بطنك. اوكي. شدي بطنك. الحين صوب الثاني اليمين. بطلي طالعي لفوق. اوكي. راح نسوي 5. الحين سوينا 1. اوكي. يلا. الحين 1 1 2 2 كذي. اوكي. يلا. ان طيزك لتحت. لا تخلين اكتافك كذي. لوك ات ان. شدي بطنك. حطي ريلك. بطلي بطلي وجدمي كذي عشان تبطلينه. اوكي. 1. And صوب الثاني. 1. نزلي. 2. نزلي. 2. دائما خلي جسمك رتبي. 3. وتنفسي. نزلي. 3. يلا باقي 2. 4. 4. آخر واحد يلا. 5. And 5. شطورة. هذا الوارم اب. لا تكرهوني, اوكي. بس صدقوني صدقيني هذيل التمارين the most effective تمارين اللي راح يغير جسمك. اوكي. يلا الحين قومي راح نبتدى بالورك اوت. الحين راح نتمرن صدر. اباكم تحطون الدمبل, الدمبل اللي اثجل شيء, مو باثجل شيء, بس اذا عندك 3 كيلو, 4 بيكون وايد. اذا عندك 3 كيلو زين هيك اول تمرين. ثاني تمرين يكون عندك 1.5 ولا 2 كيلو. اوكي. اذا عندك 4 كيلو وما عندك 3, سوي بالأربعة ولا تسوين تقرار وايد. سوي 10 تقرار اللي تقدرين عليه. أوكي. فأحنا راح نسدح ونسوي صدر. ودائما بعد ما تخلصين يكون شوي عندك بريك, صح؟ أما يكون عندك بريك خلينا نسوي بطن في نفس الوقت, لأن أحنا منسدحين. فنخلي نسوي تمارين مع بعض عشان نخلص بسرعة وعشان نشغل البطن بعد أكثر. أوكي. فأول شيء خذي الدمبل اللي أثجل. أوكي. 3 ولا 4 كيلو. 3 كيلو بيكون زين. أوكي.
انفتحي كذي. الحين خلي الدمبل كذي عشان ترفعينه. ترفعينه لفوق. اوكي؟ شوفي يدي سيدة. يدي سيدة، اوكي؟ هذا اليد اللي داخل برع كذي، اوكي؟ شو راح تسوين؟ راح تبطلين يدك شوي وراح تضربين الكوع على الأرض شوي شوي وتردينه لفوق. لما تسوين هاي التمرين لا ترفعين الأكتاف، دايما خلي الأكتاف على الأرض وشدي صدرك. دايما فكري قاعدة أتمرن صدر، خليني أفكر في العضلة، أسوي كونكشن مع الأعصاب مع مخي ومع العضلات، أوكي؟ وشدي كذي، حسي فيه، لا تخلين لا تكونين ريلاكست، أوكي؟ حاولي تشدين، فكري في ظهرك، شدي ظهرك بعد، لأنه راح يساعد تشدين صدرك، أوكي؟ فأنا راح أقوم عشان تشوفين إذا أنا متسدحة كيف يدي، أوكي؟ كذي يدي، أوكي؟ إذا أنا متسدحة الحين، بعدين بتبطلين يدك كذي، بترفعين دمبل فوق، كذي يدك، شوفي؟ ترفعينه، تضربينه مع بعض، تنزلينه كذي، أوكي؟ كذي هذا التمرين، اوكي؟ يلا راح نسوي 15. ريدي؟ اند ارفعي الدمبل لفوق، حطي يدك كذي، خلي اكتافك على الارض لازقين، ظهرك لازق على الارض، خلي البطن اكتيفيتد. الحين بطلي شوي شوي، انزلي اسرع فوق، شوي شوي تنزلين اسرع فوق. يلا 1 شوي شوي فوق، 1 شوي شوي لتحت، and two، and three، خلي صدرك برا، four، شدي بطنك، five، لا ترفعين اكتافك، six، شدي، seven، اتنفسي، يلا keep going، eight، nine، شوي شوي لتحت، ten، one، two، three، four، and five. شوي شوي نزلي، حطي الكوع أول شيء على الأرض، بعدين نزلي الدمبل. الحين ارفعي ريلك، حطي يدك ورا. الحين تعالي فوق كذي، كأنه تبين you wanna touch your toe. الحين ردي ورا، راح نسوي 15. And up، one، شوي شوي نزلي، two، 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 more. 1 2 3 4 and 5. Okay. اتنفسي حبيبتي، من خشمك طالعي الكربون دايوكسيد من حلجك، هاي بيعطيك طاقة أكثر بعد، أوكي؟ خلي الأكسجين يدخل بالعضلات، get that energy، أوكي، يلا خذي الدمبل، حطي أول شيء الكوع على الأرض، عشان بعدين في المستقبل راح تشيلون الوزن شوي زيادة، مو بوايد، إنزين، فأباكم تعرفون يكون عندكم habit تسوون هذا التمرين صح، مو بانه تشلينه يعني تشلينه غلط كذي، ما تشلينه كذي اوكي من البدايه، لان اذا شليتي الوزن وانتي اكتافك مو بوايد قوي بياثر على الاكتاف شوي، فلازم تسوينه كذي زين، اوكي؟ الحين ارفعي فوق، غيري الايد خليه كذي، اوكي؟ عشان اصابعك شي قدامك. الحين شوفي وين ايدي، ايدي مو بهني، ايدي مو بهني، ايدي عند اكتافي سيدة. الحين بطلي، نزلي الكوع، الحين ردي فوق، اضربي مع بعض، 1 شوي شوي نزلي، 2 خلي اكتافك على الارض وشدي صدرك، 3 شاطرة، 4 5. سوري اذا اكون وايد سيريس يعني، بس لما اتمرن شيل انرجي مالي. 7 8 I take it serious. 9 10. 5 more حبيبتي، يلا 1 you can do it، 2
three, four, and five. الحين شوي شوي نزلي على صدرك. أول شيء الكوع على الأرض. الحين نزلي كذي. Good job. الحين بطن مرة ثانية. Ready? And ردي يدك. الحين فوق حسي فيه. One. And فوق شدي. Two. اتنفسي من خشمك. الحين من حلدك. الحين من خشمك. الحين من حلدك. Five. Six. وكلت قبل ما تمرنت. Seven. Eight. Nine. Ten. Five more. One, two, three, four, and five. شوي شوي انزلي. Okay. الحين راح نجيب الدمبل الثاني. Okay. هذا يسمونه chest fly. راح نشغل بعد الصدر. نفس ما قلت لكم قبل. تو تمارين حق كل عضلة. الحين تمارين حق الصدر الحين الثاني. انزين شو راح تسوين اذا انت متسدحة الحين؟ اوكي حطي يدك كذي بس لا تسوين لوك، دائما اثنيها شوي بس شوي. اوكي لا ترفعين يدك هني لا تنزلينه، يكون عند اكتافك. اوكي هذا ماسك الدمبل كذي كانك ماسك الدمبل بس انت راح تكونين متسدحة، راح تبطلين كذي. اوكي بطلي وحسي في صدرك ليه ما تضربين الارض، بعدين تردينه كذي. لما تسوينه دائما خلي صدرك لبرا، حسي في ظهرك من ورا شدي عشان تشدين الصدر، ودائما اكتافك لورا كانه you're giving someone a hug. اوكي كانك يعطيني hug، خليني شو hug بالعربي ألمك؟ لا ألم no that doesn't sound right give me a hug. اوكي sorry انزين كذي كذي. اوكي يا الله فهاي التمرين بالذات اذا ما قاعده تشيلين وزن وايد ركزي عدل عشان تحسين فيه عدل. اوكي نفس ما كنتي قبل الكوع على الارض شيلي لفوق كتافك للارض الحين باطلي شوي شوي ليه الارض. اوكي بس لا تنزلينه وترتاحين خلي شوي فوق خلي دق بس ثانيه الحين back there. خلي شغل الصدر انزلي ليه فوق الارض حسي فيه وقفي الحين ردي. اذا انت قاعدة تفكرين ليش هذي تتمرن شوي شوي ومو بسرعة، لان بالذات من البداية لازم تعرفين كيف تركزين على العضل وتشغلين العضل، بعدين شوي شوي لما تكونين اقوى تقدرين تسوين تمارين اسرع مع التركيز. اوكي زين تغيرين. اوكي مرات شوي شوي مرات بسرعه. اوكي بس من البدايه شوي شوي اهم شيء. الحين شو سبعه القطاوه هذول يخربون كل شيء. ثمانيه. تسعه. عشر. one, five more. One, two. أثني يدك لا تخلينا سيدة وايد. Three. Four. One more. أيوة. And five. إذا تمرنتي قبل وحسيتي بطنك وايد في وجع لا تسوين بطن وايد الحين، إذا حسيتي عادي ما حسيت بشوي إلا شوية يلا راح نسوي بطن الحين مرة ثانية. أوكي حطي يدك ريلك غزدي هني شوفي الريل على الركبة، الريل اليسار على الركبة. أوكي راح تجيبين الكوع اليمين حاولي تضربين الركبة اليسار كذي. أوكي مو بتين هلا نوني شو انا احبك وايد. اوكي لا تسوين كذي بس تحطين الكوع، لا يبي كل جسمك
مو بس الكوع، اوكي؟ راح نسوي 10 هني، بعدين صوب الثاني 10. يلا and اضربي 1 2، هاي نونو 3 4 5 6 7، ها باقي 3 8 9 and 10. شطورة. الحين صوب الثاني، ريل اليمين اوكي على الركبة. الحين الكوع اليسار خليه يضرب الركبة اليمين. اوكي ready and فوق 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي يلا نرد على صدر، اتنفسي ready، شيلي الدمبل فوق، كتافك للأرض، صدرك برا، يلا and open 1 اها 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 more. 1 2 3 4. 1 more and 5. Good. الحين آخر بطن. اوكي ريلتش اليسار على الركبة اليمين، الكوع اليمين الحين. اوكي تسوين العكس. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. اوكي الحين صوب الثاني ready. يا ريتني ما اكلت، دائما باكل. يلا ready and go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نسيت اقول لك لما تسوين بطن لا تحطين ايدك ورا وترفعين راسك، اوكي مو بزين حق رقبتك وراسك. اوكي فخلي الايد احذى راسك، مو بورا ترفعينه كذي، اوكي كذي وطلعين فوق. اوكي الحين راح نسوي ظهر، فيلا قومي. اوكي الحين راح نشغل الظهر. تاخذين الدمبل 3 كيلو ولا 4 كيلو، اذا عندك بس اثنين يلا خلاص بس اثنين لين ما تجيبين شيء ثاني. اوكي شو راح تسوين؟ راح تمسكين الدمبل كذي. اخر مره يوم سويتي ظهر مسكتيها كذي. اوكي الحين راح نسوي انر جريب، اوكي عشان شوي نشغل البايسب معاه بعد اكثر. اوكي شو تسوين؟ تنزلين لهني. لما تنزلين لا تنزلين بجسمك من فوق، اول شيء دائما ريممبر لا تنسين هنج اول شيء كذي، بوش ات اوت، صدرك برا، اكتافك لورا. لما تردين يدك لتحت، لما تنزلينه لتحت لا تخلين اكتافك كذي، دائما خلي لوك كذي. اوكي كذي اوكي. فهذا تمرين اذا وقفتي تحت طول الوقت تسوين التقرار يمكن بيشغل ظهرك وايد وبيكون وايد عليك، فانا برويك كيف تسوينه بدون ما يشغل الظهر وايد. اذا تبين تقدرين توقفين تحت طول الوقت، بس من البدايه يمكن يبالكم شوي بيجنر ستايل. اوكي فالحين شو تسوين؟ يدك كذي، صدرك فوق، هنج، انزلي، اضربي بطنك هني، نزلي يدك، مو بتنزلين كتافك بس يدك. الحين ردي فوق كذي، الحين تنزلينه، اضربي بطنك وخلي كوعه داخل، تنزلينه، تردين وتوقفين. اوكي راح نسوي 15، انتي تقدرين تسوين 12
بس حاولي سوي 15 اوكي لان الحين انت بالسكند ويك سكند ويك اوكي يلا ريدي هنج انزلي وان اضربي بطنك شوي شوي تنزلينه وقفي and 2 2 and 3 3 4 4 good 5 دايما خلي صدرك فوق 6 حسي فيه نزلي شوي شوي 7 بسوي كذي عشان تشوفين 8 كذي شوي شوي نزلي good 9 شوفي كيف اوقف تحت اوقف هني 10 بعدين انزله شوي شوي اوكي عشان تركزين 11 good 12 good 13 ايوه 14 good one more one more one more 15 ايوه الحين ارتاحي شوي تقدرين تسوين شذي اوكي عشان بس تحركين الظهر شوي اذا تبين تقدرين تنزلين شذي تسوين شوي استرتشات بس تنزلين وشي ترتاحين ريلاكس خلي بس يطيح شذي ارتاحي شوي لما ترتاحون ارتاحوا 20 ثانية 30 ثانية 45 ثانية لان انتو قاعد تسألوني كم البريك كل انسان غير ما يصير اقول لك بس 20 ثانية يمكن ما تمرنتي في حياتك وقلبك قاعد يدق بسرعة ما يصير بس يلا 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 كل واحدة نفس الشيء ما يصير لازم انتي تعرفين اوكي تخلين القلب شوي شوي ينزل بس ما ينزل وايد اوكي بس شوي شوي ينزل عشان على طول تكملين اوكي يلا خذي الدمبل اوكي اول شيء هنج يدك كذي هنج خلي يبي عن بطنك شوي شوي انزلي 1 وقفي انزلي لبطنك رد نزلي وقفي 2 انزلي ايوه 3 جود شاطره 4 5 6 ايوه 7 8 9 good 10 5 more here we go 1 خلي شوي شوي good تنفسي 2 good 3 4 One more and 5 ايوه الحين ارتاحي شوي والحين راح نشغل المكان اللي هني اوكي يلا ليتس جو اوكي الحين خذي الدمبل 1.5 ولا 2 كيلو اوكي مو بلازم تشيلين وايد اوكي شو تسوين الحين راح تنزلين جسمك كامل اوكي خلي الدمبل عند ريولك هني تحت ترفعين يدك سيدة توقفين اوكي تطلعين تحت سيدة توقفين اوكي حاولي لما تنزلينه ما تنزلينه بسرعة شوي شوي تنزلينه عشان تشغلينه عدل اوكي ready لا تطلعين فوق طالعي تحت اوكي get set راح نسوي 15 and انزلي and up 1 up 2 good up 3 ايوه up 4 5 6 انزلي بعد اكثر 7 عشان تضربين الاكتاف اللي ورا مو بعد الجنب 5 more now let's go 1 اذا تعبتي سوي اسرع 2 بس كنترول 3 خلي اكتافك لتحت 4 and 5 good لما تسوين هاي التمرين لا ترفعين اكتافك
أشوف بنات دايماً شي يسوون وايد تنشن هني، أوكي؟ تخلي لتحت كامل بتشغلين هاي أكثر عشان ما تشغلين هاي وايد، أوكي؟ الحين ارتاحوا شوي because I know this one burns. good good good. وهاي يساعد توقفين شذي ما تكونين شذي، أوكي؟ لما الناس شي يوقفون لأن هاي عضلة is not strong، أوكي؟ وبعد ما نحب نلبس ستيان وهاي كلها طالع هني نبغى نشده شوي. اوكي يلا ارتاحوا شوي. جود جوب جود جوب almost there. بعدين عندنا ريل وخلاص. ready and انزلي خلي الدمبل عند ريلك هني كتافك لتحت طالعي تحت. الحين يبي يدك بس اثني يدك شوي ها اثني الكوع 2 شوي شوي اثنيها شوي 4 3 غزدي 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 and 5 good good job. الحين ارتاحي. الحين راح نسوي ريل ونركز هني قدام راح يشغل كل شيء وبس بعدين راح نركز قدام. You ready? Let's go. اوكي الحين اول تمرين للريل راح نسوي باك لانش. اوكي لما تسوين باك لانش ابيك تضربين الارض بايدك شي دوسينه. You hold it and you come back. اوكي كيف تسوينه؟ وقفي كذي الحين ردي ريل الورا ريل ورا على اصابع ريلك وكعب فوق. الحين بتنزلين جسمك تضربين هاي الركبه على الارض اوكي كانك قاعده على الكرسي كذي اوكي راح تردينه كذي. بس لما تسوينه وتردينه حطي يدك على الارض وردي حطي يدك على الارض كذي وردي. بس لما تحطين يدك على الارض خلي صدرك فوق لا تسوين كذي دائما سوي كذي. ابيك تحطين يدك على الارض عشان تعرفين انك قاعده تنزلين كامل لان دائما شي البنات يسوون لا انزلي اضربي. اوكي راح اسوي 15 تقدرين تسوين 12 اذا حسيتي جسمك وايد وجع وما تقدرين سوي 12 بس حاولي تسوين 15. اوكي ready and ورا touch 1 2 شويه بسرعه ها 3 اها خلي قلبك يدق 4 اها 5 اضربي الركبه 6 7 8 9 10 5 more 1 2 3 4 and 5 Woo! حسيتي فيه ها خلي القلب يدق بسرعه. اوكي ارتاحي شوي ارتاحي راح نسوي الريل الثاني هذا بيكون جلسه واحده بعدين جلستين وبعدين عندنا اخر تمرين نشغل كله هني. اوكي يلا are you ready اذا حسيتي بالدوخين ولا شيء you feel sick في بطنك ركزي على النفس لا تخافين هاي كل الدم بس راح من راسك وراح كله بالعضلات اوكي بس ركزي على النفس اوكي الواير طلع اوكي ready ريل الثاني اوكي get set and ركب على الارض اضربي الارض بيدك and back to front اها 2 خلي صدرك فوق 3 اها وقعدي لورا 4 اها 5 good 6 7 8 9 10 1 2 3 4 and 5 ايوه ارتاحي ولما تسوين هاي الحركه بسرعه وتقمين فوق بعد يشغل كله هني ورا بعد
So this is very good. Okay. تقدرين تشيلين الدمبل بعد إذا أنت كنتي تمرنين من زمان بس حبيتي تسوي هذا الروتين معانا. تقدرين تشيلين الوزن. بس هاي روتين حق beginners لنا بس جلستين. ما راح نركز على وايد تمارين حق ريل مثلا ولا وايد حق صدر. راح نسوي شوي شوي حق كل مكان في الجسم أول شيء. بعدين في المستقبل بس تركزون على كم من عضلة ستس أكثر وتمارين أكثر. إنزين عشان تعرفون لأن بنات يقولون إنزين أقدر أسوي هاي التمارين كل يوم وخلاص. ما يصير. لازم يكون عندكم بروجرام. أوكي لازم بروجرام. أوكي وإذا تبون بروجرام طرشوا لي إيميل طرشوا لي مسج وأنا بفهمكم عن البروجرامات اللي قاعد أسوي أونلاين. أوكي إذا تبون. بس في نفس الوقت بساعدكم for free on Instagram. بس ما أقدر أسوي كل يوم لأن عندي شغل. لازم عندي وايد أشياء أسوي فلازم أركز على الناس اللي أونلاين بعد. أوكي بس قاعد أحاول أنه أشجعكم شوي أعلمكم أشياء شوي. دائما راح أنزل فيديوهات عن الأكل عن health topics وهذا. بس حق بروجرام يوميا ما أقدر ما أقدر الصراحة. It's too much. إذا بس شغلي على الإنستغرام شيء ثاني. بس I have too much. أوكي إن شاء الله في المستقبل one day. انزين ريدي الحين ريل اللي صار ورا 1 2 3 جود 4 اها 5 6 7 8 9 10 باقي 5 يلا خليه يحرق 1 2 3 4 and 5. Woo! يا ريتني شغلت المكيف بس ما بصوت you know. أحسن خلي جسمي حار عشان شو الكلمة عشان how do you say sweat 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 is an Arabic what خليني والله ما أعرف نسيت شوي شوي مع الأيام راح أتذكر. لا تنسون أنا ما تكلمت عربي من 20 سنة. يوم كنت صغيرة بس تعلمت في الثانوية مع رفيجاتي من في قطر كلهم قطريات وكانوا يعلموني. فعشان شي من زمان أنا وين أنا مو بعمري 25 سنة. عشان شي ما عارف you know. يلا قبل كنت أتكلم 100% بس نسيت. يلا ready and ورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 more whoo one اضرب الكعب الركبة 2 3 4 and 5. اوكي ارتاحي شوي. اوكي اذا عندك هاي القط يبي يطلع. شو حبيبي تعال اطلع. يلا يلا جو. اوكي سوري سوري. يلا اوكي إذا عندكم شيء like 2-3 inches كذي أوكي أنا جبت 2 كتب أوكي كتبين making up my own words I don't even know كتابة كتابتين كتاب كت I don't know أوكي highly that screws me up ما أعرف هذا ال feminine or masculine word or can you see it اوكي انزين شو راح تسوون راحوا تحطون بس الكعب على الكتاب اوكي بس الكعب الكعب اللي ورا راح تضربونه كذي مع بعض اصابع ريلج لورا الركبه ورا برع اوكي ورا ايش فيني انا اصابع ريلج لبرع الركبه برع الكعب ريلج
تضربينه كذي كذي. اوكي عشان نشغل هني. اوكي تمسكين الدمبل، اثجلت الدمبل اللي عندك. اوكي امسكيه كذي. اوكي انزلي كامل، خلي صدرك فوق. راح نسوي 15، هذا اخر تمرين، شدي حيلك. يلا ليتس جو. انزلي اضربي الكوع على ركبه 1 اها انزلي 2 لا تنقزين 3 اها لا تسوين كذي لا شوي شوي 4 اها 5 ايوه 6 اها 7 8 اها 9 10 good 1 2 خلي الركبة بلا برا ها 4 one more and 5 مفروض تحسين كله هني، لأن في بنات طرشوا لي مسج قالوا لي دينا خليني نشغل الريل الداخل، فقلت يلا اليوم راح نسويه. قبل ما صورت شفت كومنت ما رديت عليك، برد عليك بعد شوي ها. قلت خليني اصور، اذا رد على واحده احس لازم ارد على كل الناس، واقرا شي استانس شي ارد عليكم. اوكي تنفسوا. يس اولويز بوزيتيف كونكشن. اذا تعبتي لا تقولين حق نفسك تعبت، اي ما حبيت ريلي really. اكتافي هذا وايد وجع ما اقدر عليه. لا تقولين هجره نفسك كذي، لا تسوين نيجاتيف كونكشن، دائما بوزيتيف كونكشن. انه واو شوفي قاعد اسوي اكثر من كم من يوم، الحين قاعد اسوي اكثر صرت احسن وكذي، واحس في العضلات صدق في وجع بس احس فيهم قاعد اشغلهم يو نو. اذا انت حسيتي وايد وجع وقمتي ثاني يوم ما قدرتي تتحركين، شو معناته؟ معناته جسمك يحتاج هذا الشيء، معناته لازم تركزين على المي على الاكل. ليش جسمك تعب وايد؟ يمكن فيتامينات، يمكن المينرالز مو بعالي عندك، يمكن ما تشربين مي وايد، يمكن العضلات كلش ما اشتغلتيهم. فشي فكري قولي واو والله يبالي شي اتم. اوكي كعب ريلك تضربينه، بس كعب ريلك على الكتاب، أصابع ريلج ورا وركبة لبرا، مو بورا دايما أقول ورا، أصابع ريلج لبرا ركبة لبرا. أوكي ready امسكي صدرك فوق انزلي كامل شوي شوي وردي فوق 1 2 اضربي الكوع على ركبة 3 4 سويها بسرعة 5 خلي دق 6 بسوي كنترول 7 اها 8 أيوة 9 good انزلي كامل انزلي 5 more 1 woo 2 3 4 and 5 شطورة good job حبيبتي انتي. اوكي الحين انا راح احط فيديوهات ستريتشات اللي قبل حطيتهم، راح ننزلهم في هاي الفيديو عشان تعرفون تسوون نفس الستريتشات، دائما تسوون نفس الستريتشات، مو بلازم تغيرين كل يوم ستريتش ثاني، مرات تغيرين بس مو كل يوم. اول شيء ركزي على كم من ستريتش وكوني زين في هاي كم من ستريتش. دائما كذي حتى في التمارين، ما نبغى نسوي تمارين وايد وكل يوم نغير وكل يوم نسوي شيء ثاني. كيف احنا بنصير احسن في التمرين اذا ما نسويها دائما؟ كيف راح نكون احسن بالستريتشات اذا ما نسوي الاسترتشات ودائما احنا نغير؟ زين الواحد يغير عشان نضرب الاماكن غير، بس مو بكل مره لازم نركز، لازم ريبيتيشن، لازم كل مره تسوينه كل مره تسوينه تردين تسوينه عشان تكونين احسن واحسن واحسن. بعدين لما تحسين انه ها ايزي بعدين نغير. اوكي جود جوب حبايبي، والله اي لاف يو جايز سو ماتش. لما ترسلون لي مسجات وتقولون لي on your progress and you started وشجعتي and you were excited, والله this makes me so happy, this is why I'm doing it. okay وراح انزل فيديوهات وراح اتكلم عن وايد topics. كلمت واحدة رفيجتي دكتورة
قلت له خلينا نسوي الفيديوهات مع بعض عشان اذا ما قدرت اقول شيء بالعربي هي تكون معاي وهي وايد شاطره وتعرف كل شيء، فهو احسن احنا نكون مع بعض عشان هي فاهمه الكلام اللي راح اقوله وانا بعد راح اتعلم منها وانتم راح تحبونها. هذا رفيجتي وايد احبها، دائما العوزها، كيف اقول هاي كلمه؟ قولي لي هاي، اكتبي لي هاي بالعربي وما ادري شو. حبيبتي والله فخاطري انتم تعرفونها وهي تتعرف عليكم، وان شاء الله احنا كلنا نتعلم من بعض. اوكي نشجع بعض، support each other. I love supporting other women and I really appreciate when you support me and you let me know how you're doing and I love you guys for that. Leave a comment below. قولوا لي كيف حسيتوا بهاي التمرين؟ كيف إذا وايد في وجع ثاني يوم؟ كيف حسيتي your fitness level؟ أنا قاعدة أعطيكم وايد ولا أنت تحسين عادي؟ قولوا لي عشان من الفيدباك راح أعرف شو أنزل tomorrow. Okay? I love you guys. Have a beautiful day. Mwah.